جميل. قبل بقى ما نطلع الفاصل اللي جاي ده، خلونا نتعرف على مجموعه من التمرينات الجديده. مع المره دي هتكون مع كابتن ندى مدحت، وهي مدربه بجيم السيدات في النادي الاهلي فرع الجزيره. احنا دايما بنعمل لكم تقارير مع كل الكباتن، بس بتبقى معظمها كباتن من الرجال، يعني هم الستات ما لهمش نفس كمان يلعبوا رياضه ويتعرفوا على شويه تمرينات لطيفه وسهله ممكن تتعمل في اي مكان حتى ولو كان في البيت. تابعوا معنا التقرير ده ثم فاصل ولا نعود. اتفضل. صباح الخير على جماهير واعضاء النادي الاهلي الكرام. النهارده هنشتغل على اللور بادي، هنشتغل على الرجل. اول تمرين معانا، ايا كانت تشتغلي في البيت او في الجيم، هنستخدم ويت او ازايز ميه، بس الازايز لازم تكون بليمت متساوي مع بعضه. هنستخدم الويت، ايديا الاثنين جنب بعض، رجلي الاثنين بتساوي الحوض. هنزل بالهيب على ورا، سكوات، اهم حاجه ركبتي ما تعديش مست رجلي. تاني هشتغل الهيب على ورا، اهم حاجه النفس. ده كان اول تمرين. هنشتغل عدات 8 وتكرار 3 مجاميع. لو هنزود في العدد فهنشتغل 10 عدات في 5 مجاميع. ده كان اول تمرين. تاني تمرين معانا، همسك الويت، رجل واحده على قدام والثانيه ورا، الاثنين على تو لاين مش لاين واحد. هنزل بركبتي على تحت، محدش يعمل كده عشان ركبتنا، لا بنزل بالثقل اللي كله في النص بطلع تاني. ده اللانجز، بشتغل على الرجل اب داون، بشتغل برضو التكرار 8 كل رجل في 3. ده كان تاني تمرين. التمرين التالت، بوسع رجلي شويه وايدي هنا، هشتغل سايد وارجع تاني، سايد وارجع تاني، وهكذا الرجل التاني، سايد وارجع تاني. اهم حاجه النفس. برضو بشتغل، لو بنشتغل في البيت بازايز ميه، ازازتين جنب بعض، محدش يخلي ايده كده، الويت كله في النص. تالت تمرين، هشتغل سكوات اب على المشط، سكوات اب على المشط. تاني رجلي بتساوي حوضي، الهيب على ورا، ركبتي ما تعديش مشط رجلي. تمام. نشتغل على السمانة أو الكولف، إيديا هنا، رجلي الاتنين خطوة بسيطة، هطلع أب داون أب داون، الويت ما بيتحركش ثابت. كمان مرة. التمرين ده ممكن نستخدم ويت أعلى شوية، يعني هستخدم إزازة كبيرة أيا كان فيها مية أو حاجة أتقل. الويت بيبقى هنا، رجلي زي ما قلت، بطلع برضو أب داون. العدات بتاعتنا 8 3. تمام. هنعمل شكل تاني، وانا هنا رجلي الاثنين مشط رجلي بره، بنزل سكوات، ركبتي على بره اب. برضو التكرار 8 3، او لو في قدرتنا نعمل اكتر هنشتغل عدات اكتر. كان معاكم كابتن ندى، مدربة في الجيم النادي الأهلي، أشوفكم مرة تانية.